حقيقة الشعب اليمني قاطبة، فقد يعني رجل همام، وفقد أيضا الصقر اليمني الذي قدم الكثير للشعب اليمني منذ أن تولى السلطة في اليمن. أسس لكثير من المنجزات، وأكبر منجز هو الوحدة اليمنية التي كان هي من الرابع المستحيلات لدى الشعب اليمني والأمة العربية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع علي عبد الله صالح أن يرسخ الوحدة اليمنية وأن يلم شعبين متنافرين منذ الأزل. حقيقة نحن نعجز عن الوصف ماذا قدم علي عبد الله صالح. قدم الكثير من مشاريع خدمية في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الطرقات، في مجال الاتصالات، في مجال أيضا لا ننسى أنه رجل وحدوي وديمقراطي. أيضا الديمقراطية كانت في زخم في عهد علي عبد الله صالح. كان الديمقراطية والشورى هي أساس نظام الحكم في اليمن.